أنا نحب ونرتقي فلنلتقي فلنلتقي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. البعض يظن بأن العبادة منحصرة بالعبادات الظاهرية المعروفة، أن يصلي الإنسان مثلاً، أن يسبح، أن يذكر، ولكن في هذا الجمع المبارك من الشباب المؤمن من طلاب هذه الجامعة أقول من أفضل صور العبادة أن يفكر الإنسان في أمر نفسه. رحم الله من علم من أين وفي أين وإلى أين. الإنسان عليه أن يجعل لنفسه محطة للتأمل والتدبر. البعض يقول أنا ذهني لا يتحمل، أنا لست من أهل الفكر. أقول عندما يصل الأمر للرياضيات البحتة تفكر جيداً، المعادلات الفيزيائية والهندسية تحلها، أما عندما يصل الأمر إلى هذه النفس بين جنبيك تقول أنا ذهني لا يعمل. أعتقد أن هناك مغالطة في الأمر. اتفاقا، فرق بين إنسان يعمل في الحاقل، هناك بعض الشباب نعم من أوائل بعد سن البلوغ الآن عالميا يمنع أن الطفل يعمل في المزرعة مثلا يشتغل، ولكن يتفق إنسان قبل البلوغ بفترة يعمل في المزرعة إلى أن يصبح في أواخر عمره لا يغادر مزرعته، يعني شغله مع التراب والنبات والماء وغيره. طبعا لسنا نعوذ بالله في تنقيص حق أحد، كل محترم، الإنسان محترم، فلاحاً كان مزارعاً طبيباً أو مهندساً. أقول البعض مهنته في جوارحه، الحداد له يد قوية تطرق الحديد، الزارع كذلك، ولكن الإنسان الجامعي شغله هو التفكير، شغله هو الكتاب، شغله المحاضرة. ولهذا بعد فترة من الزمن تصبح له ذهنية منفتحة. وهنا اسمحوا لي بقوسين سريعين، البعض قبل أن يدخل الجامعة تراه ملتزما واظبا متعبدا، يدخل الجامعة يتعلم بعض المعادلات والدروس، ذهنه ينطلق، ذهنه ينمو، فكره يقوى، وإذا به نعم ماذا يصنع؟ كما يقول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. كان في بطن أمه جنينا لا يعقل، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، رب العالمين شق بصره سمعه وإذا به يقول ما هذا الدين، ما هذه الشريعة، يشكك في البديهيات. وهناك شكوى هذه الأيام أن هناك موجة من هذا القبيل بين الشباب. من أهم الأعضاء إخواني العين، هذه العين يعبر عنها بأنها جاسوس الفؤاد. الفؤاد أين؟ هذه العين، المشكلة في هذه العين. شبابنا هذه الأيام عندما نجلس معهم نقول ما مشكلتك؟
تقول مشكلتي في النظر، مشكلتي ذهني مزدحم بالصور الكذائية، أريد أن أفتح كتابا لأطالع درسي وإذا بالصور تأتي تشتت بالي، أريد أن أصلي اتفاقا وقت الصلاة تأتي هذه الصور. أيضا بين قوسين سريعين، المؤمن أقدر من غيره على التخصص الأكاديمي، نفسه مستقرة، باله غير مشغول، عينه نظيفة، أذنه طاهرة. ولهذا رأينا المؤمن عندما يدخل الجامعة يتألق لأنه لا يشغله شيء، يفتح الكتاب ليس له ما يشغله، يصلي ليس له ما يشغله. إذن حاول أن تعمل على السيطرة على هذا المنفذ، على هذا الرافل. كيف نسيطر؟ تقول هناك أمر مغري في الخارج، إما جسم حي يمشي أو صورة في الحاسوب، ماذا أصنع؟ أعطيكم هذه الليلة بفضل الله عز وجل وصفة سريعة. الذي دخل دورة الإسعاف إذا رأى إنسانا قد أغمي عليه بحركة معينة يعيده إلى صوابه. أولا، ما هي حقيقة النظر؟ كونوا معي، من درس منكم الفيزياء، من درس منكم خاصية النظر يعلم جيدا ماذا أقول. أنت عندما تنظر إلى شيء، إلى هذا الماء مثلا، الماء ما دخل في جوفك، صورة منتقشة على الشبكية عبر القرنية، الشبكية فيها غدد، فيها ألياف، فيها شبكة توصل هذه الصورة إلى المخ. المخ يقول هذا ماء، وهذا جهاز، هذه وردة. إذن ما دخل شيء في جوفك، الخارج هو الخارج، صورة الذهن ليس إلا هذه الصورة الذهنية. إن كانت طبيعة جميلة أكرم وأنعم، ولهذا أحدنا يشم رائحة طيبة من الورد لا شعوريا يقول سبحان الله، هذا المنظر يذكره بالله عز وجل. ولكن يمر عليك منظر تنظر إليه بريبة، ما الذي حصلت عليه؟ أيضا صورة في الشبكية، ذبذبة في الألياف العصبية، وأخيرا صورة في الذهن. هذا الوزر مقابل أي شيء؟ ما الذي ربحته؟ لا شيء، صورة في الذهن. ولهذا يأتينا الشاب يذهب إلى بلاد الغرب 4 سنوات جامعية، يرجع إلى أرض الوطن يتزوج، تنطفئ شهوته بالحلال، ولكن في الخلوة يضرب على رأسه يقول 4 سنوات نظرت إلى آلاف الصور المحرمة، ما الذي حصلت عليه؟ الذي يريحني زوجة في الخارج، زوجة أجلس معها تنجب لي ذرية صالحة، ما لي وهذه الصور الفانية؟ والأمر أعجب، كنوا معي جيدا، مر إنسان مغرم بموجود بشري غراما محرما، مصيبة. ولكن الأعظم عندما يتعلق قلبك بصورة في الحاسوب، صورة عابرة لعل صاحبتها ماتت قبل 20 سنة لا وجود لها، وإلى الصباح وأنت عداد المعصية يشتغل.
وقد يتفق صاحبك في نفس هذا السكن ينادي ربه إلهي العفو، كم المفارقة بينك وبينه. لا تقل يوم القيامة يا رب البيئة ضاغطة، لا تقل يا رب هذا جبر المجتمع، لا تقل وسائل التواصل إذا هذا كيف تحول إلى هكذا موجود مقدس. إذا إخواني أهم عضو إن سيطرت عليه في هذا العمر في هذه المعاهد أرحت بالك. هذا المعنى ذكرته للبعض. سألت شابا في قمة المراهقة، طبعا شاب له سمته الإيمانية، قلت يا فلان ركز معي قليلا، ابحث في ذهنك، هل ترى في ذهنك صورة لامرأة أجنبية عنك حفظتها؟ قال لا، في بالي صورة أمي وأختي وعمتي وخالتي، يعني ذهني لا يحفظ صورة أبدا. قلت في قلبي هنيئا لك. أنا إذا أردت أن أختبر إنسانا في الحوزة أو خارج الحوزة أقول يا فلان تخاف من الموت؟ إن قال أخاف أقول أستعلى شيء. قلت لهذا الشاب نفسه تخاف من الموت؟ قال لا مستقبل. قلت لما الكل يخاف من الموت؟ البعض لا يذهب إلى وادي السلام يخاف من رائحة الموتى، سمعت البعض لا يزور المرضى في المستشفى حتى من ذويه، يقول المستشفى يذكرني بالموت والمغتسل. المهم هذا الشاب يقول أنا لا أخاف من الموت بل أرحب. قلت لماذا لا تخاف؟ قال لأنه لا شيء علي، أذهب من هذه الدنيا وأنا نظيف. يا لها من دعوة، يعني يمكن إنسان في هذا العمر يكون بهذا المستوى من التميز. ولا داعي لذكر النماذج، أن رأيت في بلاد الغرب من قل نظيره، في بلاد المسلمين في بلاد الغرب من قل نظيره في بلاد المسلمين. وأنت بجوار أمير المؤمنين وتمر على وادي السلام وهذه الوجوه الطيبة، ماذا عذر أحدنا يوم القيامة؟ على الأقل حياء من صاحب هذا المقام أحدنا نعم ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه ثم يذهب إلى الحرام يريد أن يتميز في زيارته، كيف لا أدري. إذن حاول أن تقنع نفسك، الوعظ الإرشادي قد لا ينفعك، يوم القيامة تعذب هذا لا قد لا يثيرك، تقول القيامة أين الآن أين، أنا الليل مبتلى، الليل هناك ما يغريني. الجواب حلل هذه النظرة وأنه ليس هنالك شيء، هناك وهم وخيال، كما يقول القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. بقي ماذا؟ بقي السمع. السمع أمره هين، مشكلتنا في النظر. حاول أن تصل إلى ملكوت الغيبة الذي يقتام، وخاصة اسمحوا لي بهذه الملاحظة، مشكلة السكن الداخلي القيل والقال كثير. مرة إنسان يعيش في بيئة مغلقة في منزل ليس فيه كثير بشر، قد لا يسمع الحرام، ولكن في هذا الجمع المبارك يأتي إنسان ويتكلم على زميله على أستاذه على مشرفه حتى على الحارس المسكين الذي على الباب، يعني يصبح ويمسي وهو يأكل أم نعم لحوم الموتى، هذا أيضا يقسي القلب. بل قد يقال أن هذه الحركة من بعض الجهات
تأثيره في الباطن أكثر من النظرة المحرمة. النظرة المحرمة حرام فردي، ولكن الاغتياب حرام اجتماعي. هتكت إنسانا، أسقطت إنسانا عن الأعين، فضحت إنسانا. النظر مقابل ذاك أمره هين. إذن بقي الفم، هذا الرافد الأخير. البعض يقول إذا لم أتكلم وأثرثر أخاف أنفجر، أتكلم أثرثر حتى أفضفض. أولا الإنسان العاقل، الإنسان الرزين، الإنسان المتخصص الذي جاء لتعلم العلم، اتفاقا السكوت ينفعه كثيرا. فكر كثيرا، الكلام الكثير يأخذ من طاقتك. من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه مات قلبه. إذن إن كنت مستقيما في نظرتك، في سمعك، في فمك، صرت في طريق التكامل. وهنيئا، هذه آخر كلمة ونودعكم. إن أردت الكمال في هذا السن، غدا تتزوج، الزوجة تشغل بالك، تريد أن تركز، تسمع صياح الرضيع ولدك الصغير، تبحث عن الوظيفة، تدخل في متاهات الحياة، تنسى نفسك. اتفاقا أفضل فرصة لتربية الذات والتركيز على الباطن هي هذه الفرصة أو هذه الأيام. أحدكم لا يحمل هم شيء، لا زوجة ولا ولدا ولا عملا. تخصص في درسك، وتخصص في تنمية باطنك. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك، بارك لنا فيما رزقتنا، ثبتنا على الهدى والتقوى. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.